هاي، ازيكم؟ وحشوني جدا جدا. النهارده وصفه من وصفاتي الجديده، مش جديده قوي. كل سنه وانتم طيبين. المولد النبوي يوم الخميس، وانا عندي هنا مفيش حلويات المولد. اتفرجت على فيديوهات كتير وسالت اصحابي كتير، عايز اعرف حلاوه المولد بتتعمل ازاي. جمعت كل المعلومات اللي انا قدرت عليها من السوشيال ميديا بطريقه حلويات المولد، طبعا المختلفه الجميله اللي ليها مذاق مختلف وجميل المعروفه بمصر. فالنهارده هوريكم الوصفه دي، انا يعني عجبتني جدا وقلت ان انا لازم اطبقها وكمان اعرفكم عليها. دي وصفه سهله جدا وسريعه، مش هتاخد منك حاجه ومش هتكلفك برضو كتير لو ما اشتريتيش حلاوه المولد، او حتى لو اشتريتي حلاوه المولد وعايزه تعمليها برضو في البيت وتجربي وتشوفي الفرق في الطعم. دي الوصفه دي هتعجبك جدا. يلا نبتدي باول وصفه من وصفات حلويات حلاوه المولد. ودلوقتي الوصفة بتاعت الحلويات المولد هي موحدة، بمعنى ان انت الحاجات الاساسية بتاعتها موحدة سواء لاي نوع من انواع المكسرات. يعني عندك هنا كوباية من السكر، ونص كوباية من المية، ربع معلقة من البيكربونات الصوديوم، نص مع كوباية من العسل النحل. وممكن كمان بدل ما تستعملي عسل النحل، لو عايزة عندك عسل جلوكوز وعايزة تستعمليه استعمليه. وطبعا انا هستعمل هنا بدل مية الورد او مية الزهر هستعمل فانيليا، طبعا برضو دي حرية الاختيار. هستعمل برضو، انا هعمل التلات انواع دي، انا مستعملة في كل حاجة كوبايتين، كوبايتين سمسم، كوبايتين فول سوداني، وكوبايتين لوز. يلا نبتدي ونتكل على الله ونروح على النار ونبتدي ان احنا نعملها خطوة خطوة عشان تطلع كمان احلى من بتاعة المحلات. ودلوقتي هنبتدي ان احنا، طبعا انت ممكن تستعملي يعني حلة او تستعملي كسرولة، اي حاجة انت حابة تستعمليها استعمليها. انا هنا نص كوباية المية، وهحط عليها كوباية السكر، وهسيبها بقى خالص. انا مش هحط فيها اي حاجة، هسيب بقى السكر لغاية لما يدوب خالص خالص، وبعد كده هنزل عليه بنص كوباية العسل. وزي ما انتوا شايفين هنا خلاص السكر داب في المية، هبتدي ان انا انزل بالعسل النحل، لان انا لقيت ان في اسئلة كتيرة قوي ان هما ليه بس بيستعملوا، هل ممكن احنا نستعمل عسل النحل بدل العسل الجلوكوز؟ ويعني قليل قوي ان هما اللي كانوا بيردوا الصراحة على الاجابة دي، بس انا عرفت ان هو ممكن ان احنا نستعمل العسل النحل بدل العسل الجلوكوز. دلوقتي ان انا اقدر ان انا اقلبها، اقلب كله مع بعضه كده. وايديا بقى هتفضل معاها كده، نقلبها شوية بشوية، ما نسيبهاش علشان العسل ما يلزقش بقى وينشف بقى ويعقد بسرعة. هنبتدي ان احنا كده نقلبها بالراحة لغاية لما نوصل للخطوة التانية اللي احنا عايزين بيها العسل بتاعنا يبقى مظبوط. وعشان نعرف بقى اذا كان خلاص العسل جاهز، هنبتدي ان احنا نعمل اختبار المية. انا برضو عرفت ان احنا نعرف ان العسل خلاص بقى جاهز عشان نكمل عليه بقية الفانيليا والبيكنج صودا، ان انت مجرد بتاخديه وكوباية مية وبتنزليه كده زي ما هو خالص، لسه مية خالص، طالما ما نشفش وعمل زي كرة كده صغيرة يبقى لسه شوية. هنكمل برضو تقليب لغاية لما العسل يبقى جاهز. تعال نجرب بقى دلوقتي شكله تقل، هنجرب برضو في المية ونشوف هتعمل ايه. كده نزلت قطعة
هنشوفها بقى، هحاول ان انا اطلعها ونشوفها عاملة ازاي علشان ايه. هو كده خلاص تقريبا قرب. هبتدي ان انا اضيف الربع معلقة من البيكربونات الصوديوم اهي، نقلبها بسرعة مع كده اهي. وهضيف بقى دلوقتي شوية فانيليا او ماء الورد زي ما انت عايزة، نقطة كده بس، مجرد بس كده. السمسم نقلبه بسرعة في النار، ونبتدي ان احنا نحطه في القالب بقى بسرعة قبل ما ايه ينشف، لانه لو نشف مش هنعرف ان احنا نتحكم فيه بعد كده. اهو دي صينية انا حطيت فيها ورق ودهنته بالزيت، وهبتدي ان انا انزل بالسمسم عشان اعرف ان انا افرده. هنا نزلته، وهبتدي بقى ان انا افرده بسرعة قبل ما يبرد، هو لسه دافي. انا جبت دي، ابتدي ان انا اعمل كده. ودلوقتي وهي دافية هبتدي ان انا اطلعها من القالب قبل ما تنشف خالص كده، وهبتدي ان انا اقطعها بالاحجام اللي انا عايزاها. بس اظبطها كده اهي، يعني سمكها حلو، مش عريض، مش تخينة قوي او رفيعة. وهبتدي ان انا هقطعها كده الأول وهنا هبتدي ان انا اقطعها الأحجام اللي انا عايزاها، وهسيبها تبرد تماما. وهنبتدي بقى دلوقتي ان احنا نحضر للفولية، هنتبع نفس الخطوات بتاعت العسل اللي هي طبعا المية والسكر لغاية لما السكر يدوب خالص، وهنضيف العسل ولغاية لما يبتدي العسل يبقى جاهز عشان ننزل عليه البيكربونات الصوديوم وكمان الفانيليا. وزي ما قلت برضو قبل كده، لو حابة تحطي ماء ورد ماء زهر دي براحتك. وبعد ما العسل هيخلص هبتدي ان انا اضيف الفولية، وهفردها برضو في نفس الصينية بتاعتي اللي حطيت عليها الورق الشفاف ودهنته بالزيت، وهفردها كويس جدا وهتبع نفس الخطوات.
ودلوقتي حلاوه المولد جاهزه خلاص، ده طبق التقديم للبيت عندي، وعملت كمان علبتين حلاوه مولد، واحده لحمايه العزيز وواحده برضو لاخو جوزي، وعملتها بشكل جميل ولائق بالمولد النبوي. وبكده زي ما انتوا شايفين انا اخدت كل واحدة من السمسمية او الحمصية او الفولية وغلفتها بطريقة جديدة وطريقة جميلة للتقديم، وحطيت برضو شوية نوجة وشوكولاتات للاولاد الصغيرين. حابة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وكل عام وانتم بخير، ومولد نبوي شريف علينا وعليكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وتسيبوا لايك وكومنت في الكومنت سيكشن، وهشوفكم في فيديو جديد. باي باي.